على كل الأعداء وسينتصر الشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي. حسام صباح الخير. صباح الخيرات، مرحبا بك، نهارك سعيد وشهر نهارك أسعد لي. وأنت أيضا سهر نهار ديب كله انتصارات، سواء اللي عدي تويك ماشي يقرأ لروحه، سواء اللي ماشي يختم على روحه، سواء اللي قاصد ربي في أي قضية مهما كانت، إن شاء الله ربي يسهل لكم الناس كله. إن شاء الله الأبواب الكل أبواب الخير إن شاء الله مفتوحة. بتبيع هو الأبواب والأخر لطف إن شاء الله بعد لنا الحكاية هذو الكل. على كل سي رحبي بناخذ شوية أخبار في زابينك. إيه تفضل نمشي لزابينك. زابينك هاي سيدي من الأخبار. أنا راني في خدمتك. احنا كلنا في خدمة السادة المسامعين. مرحبا بك. عايشك الله يخليك. في مؤسسة خاصة تتكفل بمشروع تهيئة المعهد الثانوي باب الخضرة. أي. بعد زيارة لوزارة التربية للمعهد المذكور، تم الاتفاق مع أحد المؤسسات الخاصة أنها باش تتكفل بالتهيئة نتاع الليسي هذا، واحد من أعرق الليسيات الموجودين في الجمهورية. وهذه راك نقولوا معهد باب الخضرة مش خاطر قريب لنا لهنا وموجود معناتها في الانتوراج نتاعنا. ليه نتمناه تتعمم في الجمهورية الكل. هو الحقيقة فما برشا ناس ما همش مقصرين، أصحاب الخير يعاونوا ويقوموا بتهيئة وتحسين المؤسسات صحيح. التربوية صحيح. ولكن ماذا بين الحركة هذه تزيد القدام يعني. ما واسمعنا احنا اللي نحكي عليه معناتها أنه ولي يدهن الأقسام صحيح. أنه ولي يوفر فهمتي الكليراج، ولي يتلهب البيبان، هذه نمشي معك، هذه موجودة معناتها يعملوا فيها التوانسة من قديم الزمان، من عهد ديانا ومن عهد بابا وبوك. وفما شكون يتبرع بأرض كاملة معناها. كل واحد كيفاه وبالطريقة اللي يقدر عليها. وبالمقدور نتاعه. أما احنا نحكيه على تهيئة قارب الخمسة ملايين دينار. لهنا بدينا تخلف انت ولا 5 مليون دينار اللي هي معناتها بالحق فلوس، وبتبيع المؤسسه هذه راهو نتصور من بعد باش نحلم ليزامبور اللي هي، ما هذا ما يمنعش المبادره باهية وفكره طيبه. بالعكس شو باهية نحييها يعني. وصلت لنا طبيب الخضرة معناتها بالحق راهو ما يلقاوش القسم يقطر وما يلقاوش معناتها ذو في الكلاس يقراو فيه، اللابوراتوار فماش معناتها الماتريال، معناتها باش تصير تهيئه كامله. وكما التهيئه صارت لهنا علاش ليه ما تصيرش المعهد اخر في القاسرين، معهد اخر تصير في جندوبه، معهد اخر في قفصه، في سيدي بوزيد، في اي بلاصه من المنطقه الجمهوريه، باش هكاك تنجم تتعمم التجربه وتلامذه يقراو في ظروف اقل ما يقال عليه صحيح. اللي هي ظروف لانه فما برشا تلامذه تعبين حتى على مستوى المواصلات يعني. خلي عددك هذاك ملف وحده هذاك. والمؤسسات التربويه المدارس في حاجه الى صيانه، الى ترميم، الى تحسين، الى توفير اثاث ادوات، وهذا الكل بتبيع كما قلت راهو المساهمه نتاع الاولياء ذيك حاجه لا نقاش فيها، والاولياء قاعدين يساهموا باللي يقدروا. انا نعرف مدرسه من المدارس وليه ما تتبرعت المكتبه نتاعها الكل، هي سافرت لبرا اعطتهم المكتبه، مكتبه مش شويره، مكتبه فيها كتب قايمه فيها كذا، اعطتها للمدرسه اللي يقرا فيها ولد كان يقرا فيها ولد قبل يمشيوا لبرا. على كل هذه حاجه من الحاجات اللي ممكن يعملوا فيها بعض الاولياء واللي نجموا، وبعض الشركات الخاصه نجموا كان امبركوها. حاجه اخرى باش نحكي عليها اللي هي ثوره تكنولوجيه تعلن عليها ستيغ اعلنت البدايه انها بدايه من 3 جوان، بدايه من نهار الاثنين الجاي باش تبدا باش تجيب حاجه تكنولوجيا عمرها ما صارت اللي هي التي بي او، اخيرا تي بي او سوليستيك. شنو هي هذه تي بي او؟ تدخل فيها كارت هذاك باش تخلص وسائل الدفع الالكتروني. اي الحماسه عندهم منها. شوف ستيغ تو وصلت وليه مهبطين. اي معناها تقصد انه ستيغ متاخره شويه على الحكايه. متاخره برشا، متاخره شويه. الناس تدفع اونليني، ناس تخلص اونليني. فما بلايص وشركات موجودين في العالم وحتى في تونس، مع شركات خاصه كل شيء تعمله بالتليفون، ابليكاسيون بالتليفون، كل شيء تعمله اونليني. وهذا يقول لك راه وصلنا وصلنا اللي هي حاجه نورمالمون مفروغ منها، ما هيش من الحاجات اللي تنجم تعلن عليها على اساس انها انجاز. صحيح هو يقعد انجاز في الاخر، صحيح تاخر برشا، اما هذا ما يمنعش اللي راه كل نجم نعملوا برشا حاجات خير برشا من حكايه الدفع الالكتروني اللي هي نورمالمون من ليزاكي كما يقول. اذا لابد من تحفيز برشا ادارات ومؤسسات باش تسرع باش تولي عصريه. فما ناس نزلت بالفاكس توا، فما ناس تعمل بالفاكس يا حبيبي راه هذا الكلام توا. معناتها مش المشكل في غادي، معناتها الفاكس نجم كان انت في زوز ادارات عندكم فاكس تنجموا اسهل انكم تعملوا بالفاكس، نمشي معاك. اما توا في عالم تاع الميلويت وعالم ناس معناتها تير تيران. لا انا مره اعترضت مش باش طلع مضمون، يلزمني نرجع للبلديه اللي بابا سجلني فيها، في حين انه اقرب. هو ذاك المضمون الاصلي هي راه فما اجراءات اداريه ساعات واحد من المفروض اقرب بلديه تعطي اسمك وتاريخ معناها وتاريخ الولاده نتاعك وكذا يخرج المضمون. ملي انا مشيت مره باش نطلع لهنا مشيت للكنام علاش مشيو بعيد
في الكلام مشيت باش نطلع ورق نورمالمون كل شيء انفورماتيزي. قال لي ليه انت بتاخذ عليه برج العابري ترجع برج العابري، معناش كلام في برج العابري برا انت برا لو اش خلي تطلع البودريه والبودريه برا مشي دروين، معناتها سمي لي بلايص المبعاد برشا على منطقه السكنه نتاعي، معناتها نورمالمون شويه زاده فليكسيبيليتي. قال الراجل شويه معناتها شويه مرونه، شويه مرونه هاتك صح، شويه مرونه في التعامل باش نجم كيك الناس الكل تتفرد. التي بي صحيح مخر يقعد ديما انجاز، اما راهو في البلدان انا قلت لك والله يا حبيب راهو فما حماسه، معناتها هذه مع احترام للحماسه بالطبيعه راهم يتحملوا بيه التي بي الريستورونات معناتها نحكي وقاوي في البلايص الكل تي بي موجود، معناتها مش حاجه انجازك اللي تنجم تستحق اللي انت باش تحكي عليه على اساس انه بدايه من 3 جوان ردوا بالكم 3 جوان باش يكون انجاز، نتمنى وتكون حاجه اخرى اما خير. نمشي لحاجه اخرى ممكن مش باش تعجب بعض العباد وبالاخص المقبلين على الزواج، باش نعطيهم فرصه من الفرص باش ينجموا يدوروا شويه في الحياه، اللي هو بعد ما اعلن السيد رئيس الغرفه الوطنيه للتجار المسوغ انه سعر كلفه الذهب الخام معيار 24 يقدر ب 235 دينار للجرام الواحد، فانه تكلفه عيار معناتها نحكيو على ال 18 العيار 18 باش يكون 276 دينار للجرام الواحد. أي. وبناء عليه خاتم الرجال باش نتاع 4 جرامات العادي هذاك الذهب قداش؟ مليون مينيموم مليون 1000 دينار من 1000 دينار وانت ماشي. هذا علاش؟ لانه حسب التصريح نتاعو الحكايه مربوطه بالاسواق العالميه. هات نسمعوا شنو يحكي. هو الحقيقه الربانيه الاقبال موجود، ولكن قال مثلا العين بصيره وليد قصيره. بعد اليوم الذهب الخام يتكلف في تقريب الذهب خام يتكلف في تقريب 235 دينار، هذا الجرام الواحد خام 24 والعيار 18 يتكلف في 276 الف تقريبا 4 جرام مليون، 4 جرام اللي يعملوا اليونس تاع راجل هكاهو اليونس باهي، فهمتني؟ والطاقه الشرائيه ضعيفه اليوم نتاع المواد. كنا في الوقت هذايا معناتها في داخلين في جوان ما فماش من كل صراحه، كل وقت التوت المعلم يهرب من الحانوت بعد، وغلاء الذهب السبب فيه هو الانهيار تاع الدينار تكون هو الغلاء نتاعو من العام للعام بالدولار خديمه يتقاس بالدولار ما بين مثلا 2020 و2024 الزياده معقوله تاع الذهب اللي قاعد يزيد خديمه يزيد، الذهب ديما في الزياده عمره ما ينقص. الذهب عمره ما ينقص ديما يزيد ديما يزيد هو ليله محبه ما تقاسش بالذهب. شفت الكلمه هذه محليه ما تقاس بالذهب مسيش بالفضه، فضه غاليه شويه ولكن ساعات واحد يحب ولكن ما فيهم كانوش باش يوفر مليون ما عادش نراعيو بعضنا وكا هذه الحاجه نجم نقولوها انه واحد نراعيو بعضنا شويه ما يلزمش البنات والمخطوبات واللي تهيئوا لا نحكيو على الرجال لا لا نحكي على البنات نحكيو على البنات اضرب في السته السبعه لا نحكيو على البنات ما يتشرطوش برشا ما يصعبوش العمليه على على مستقبل حياتهم. انا راهو سالت ساعات معناتها فما حاجات نشوف بعض الصور اللي من منطقه الساحل ساعات اللي يبداو يلبسوا برشا ذهب وكذا، سالت قلت لهم هذيك قالوا لي راهو ذكر تعدى من الام للجده راهو كارث معناتها مش هو يشري لهم، معناتها جينيرالمون مش الراجل اللي يشري ذاك الكل الذهب اللي راهو فيه يلبسوا فيه، هذيك تتعدى مثلا من الام للبنيه للخاله كذا باش نجم تظهر معناتها بصوره، لانه ساعات واحد يقول اما اسمع برشا برشا بنات في العائله يفكوا الذهب نتاع امهم ويستأثروا به ليهم ويقول لك من حقنا احنا قبل الاولاد اي ما هو فما قلت لك عادات وتقاليد ايه في حين هو هذا حق الناس الكل حق العائله الكل حق الاولاد الكل باش ياخذوا الذهب هي عادات هي عادات وتقاليد ما هي مع تجارات العاده اللي البنيه هي اللي تلبس هذاك الذهب هذاك الكل وتتصدر به في العرس وتظهر ايش بيه بنتي ما تلبسش انا ما يلزمها تلبس حتى بنتي صحيح صحيح عم كي تبدا عائله وفيره العدد كما مثلا كما عائلتنا احنا مثلا مش دخلت ما دخلت على شيء اي نعم على كل شيء ربي يفضل الناس كل شيء ربي يفرح الناس الكل وعمرنا كما قلنا عمرها ذهب ما تقاس المحبه ما تقاس لا بالذهب ولا باي حاجه اخرى. نمشي لحاجه اخرى اللي هي موجوده حاليا للاسف في العالم فما حمله تضامنيه كبيره ياسر موجوده مع رفح. الحمله هذه اسمها All Eyes on رفح، كل العيون تتجه الى رفح. الهاشتاج هذا موجود حاليا في اكثر من 30 مليون ريتويت أي. نجوم عالميين نحكيو على نجوم معناتها في السينما في الكوره نجوم اتراك فرانسيس امريكان جوارات نتاع ام بي اي جوارات نتاع كوره يكوروا في البريمير ليغ معناتها ناس الكل قاعد تتضامن لانه فما حمله اباده جماعيه تسجل وقاعده تصير حاليا في غزه في رفح تحديدا اللي صار انه حتى الاتصالات اتقطعت البارح في الليل حاليا ما نعرفوش شنو قاعد يصير اي نعم يعني الوضعيه قاعده تصعب والفنانين هذوما والكبار نجوم السينما والغناء والموسيقى والأدب كذلك مش معناها متعاطفين وإنما يعني متألمين لهذا الواقع لأنهم ليش ما يبدلوا شيء يا حبيب رغم ما نكونوا رياليست لا بإمكانهم الضغط يعني عندهم قوة الضغط باش يبدلوا الرأي العام باش توصل الصورة لجمهورك. أنت مثلا عندك مثلا 30 مليون متابع يا سيدي ما نقولوش 30 مليون عندك مليون متابع مليون متابع كان يوصل على الأقل 10% منهم
يقتنعوا بالقضيه او يقتنعوا بوجهه نظر او يراجعوا على الاقل يعني يامنوا بالحق الفلسطيني. يا سيدي فرضا ما يمنوش بالحق الفلسطيني، مازالوا هم متاثرين بالاعلام الغربي، اما يعملوا شويه مراجعات يقولوا سيدي نبعد على شنو يقولوا فيه في الاعلام، هي تنشوف الصوره كما هي بالضبط. صحيح. كيف تشوف الصوره باش يقتنع اوتوماتيكمون، لانه هذيك الحقيقه معناتها مانيش باش نغطيو. الجدل راهو مشى خرج من الحكايه هذه وصل للبرلمانات الاوروبيه، نحكي على البرلمان الايطالي اللي رفعت فيه الاعلام الفلسطينيه البارح. وكانت صورة معناتها جميلة جدا، كان راوها تويك الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا تويك على الستريمينج، صورة جميلة لمجموعة من النواب الإيطاليين يرفعوا علم الدولة الفلسطينية، إن شاء الله ديما مرفرف وباش يوصلوا صورة كأحسن ما يكون. علاش حبيت نحكي الموضوع هذا؟ لأنه في فرنسا ما صارتش كيما هكا، لأنه في الجمعية الوطنية الفرنسية أحد النواب، واحد نائب من اليسار الفرنسي، رفع العلم الفلسطيني، إبا وقفوا توقف ميزابي شهرين ومعناتها وسحل من الوسائل الاعلاميه. هذه قلتها برشا مرات، شفت هذوما اللي يدعيوا بالديمقراطيه وحقوق الانسان. لانه المشكل فين؟ لانه حتى فما برشا من النواب الفرنسيين اللي جاوا ساندوه، ما نجموش يساندوه في البرلمان لانه باش تصير لهم بطبيعه حملات ايقاف وكذا ودرا شي. ساندوه قالوا راهو علاش سياسه المكيالين؟ يا اخي في البرلمان اللي تحكي عليه مش ترفع علم اوكرانيا، مش ترفع علم دوله الكيان الصهيوني، علاش كيرفع واحد دوله علم تاع دوله فلسطين الناس الكل معناتها تصير معاه كما كيلين؟ وبالحق فما لوبي صهيوني، فما لوبي كبير ياسر، كبير برشا، والاكثر من هكا يأثر في برشا ناس معناتها قاعدة تتبع، لأنه فما ناس ما تلوش شره. طيب أنت مثلا كي تسمع معلومة ما تلوش تبحث، تحب تعرف الصحيح من الغلط وكذا وكذا، فما ناس ياخذوا المعلومة كما هي، بالنسبة لهم فما حاجة معناتها قاعدين يقارنوا اللي تعمل فيه حماس بالنسبة لهم حاجة نتاع إرهاب وحاجة كذا، وبالنسبة لهم دولة الكيان الصهيوني قاعدة تدافع على روحها بالنسبة لهم، لأنه صورة مغايرة تماما للشيء اللي قاعد يتروج وما تتبعوش وسائل الإعلام بالأخص اللي عندها أجندات واللي قاعدة بتبيع الناس كل تعرفها. صحيح. وسنية تطبع. منذ يومين حسام أنت أثرت بعض العناوين والفنانين اللي ربما يكونوا في مهرجاناتنا من الفنانين المقترحين، ولكن مازال مش ثابت، برسا الخليفة اللي أول مرة صعد على ركع قرطاج عام 80. انت وقتها وين؟ عم ثمانية. لا مانيش مبرمج يظل لي حتى بابا هو مازال ما عرسوش اصلا. نعم، بعد باش نسمعوا مرسل خليفه. عبد الرزاق الرحال واخبار الطقس. احوال الطقس. نعم عبد الرزاق الرحال، صباح الخير ويومك سعيد. صباح الخير سي حبيب، صباح الخير سي حسام، صباح الخير اوفياء اذاعه الوطني. مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا. أي فعلا هو يوم أمس حبيب تراكمت السحب في العشية وكانت ركامية رعدية انطلقت من ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، ثم تفرعت محليا نحو جنوب زغوان القيروان وكذلك غربي ولاية فاقس، ورافقتها أمطار قائمة أولية. الأمطار تراوحت ما بين 1 و5 مليمترات، أخص بالذكر ببير رحفي 5 وبالعلا 4 مليمترات. درجة الحرارة يوم أمس كانت مرتفعة نسبيا فوق المعدلات، نعم تراوحت ما بين 27 و33 درجة بالمناطق الساحلية، 33 بتونس يوم أمس، وببقية الجهات كانت ما بين 34 و37 درجة، وصلت إلى 38 بأقصى الجنوب بجهة البرمة. بالنسبة لليوم لاحظنا الحرارة منخفضة، الحرارة الصغرى خاصة بالمناطق الغربية وخص بالذكر المناطق الجبلية، والأسباب تعود إلى وجود سماء صافية إلى قليلة السحب من ناحية، والأهم هو هذه الرياح الشمالية، شمالية غربية فشمالية شرقية بمناطقنا، وبالتالي نزلت الحرارة إلى حدود 13 درجة الحرارة الصغرى بكل من الكاف، سليانة، القصرين، تالة، أيضا بجهة باجة وجندوبة، وكانت ما بين 16 و22 درجة ببقية المناطق، 21 درجة بتونس العاصمة صباح هذا اليوم. توقعاتنا بالنسبة لليوم، اليوم إن شاء الله الطقس باش يكون في استقرار. نعم. باستثناء رياح شمالية غربية قوية بالمناطق الساحلية، سواء منها الشمالية الشرقية وخليج جابس تكون شمالية شرقية، حيث البحر مضرب إلى محلين شديد الاضطراب، ثم أعلام ينص عنه بهذه الرياح القوية، وهذه الرياح القوية باش تلطف الجو، يعني تساهم في انخفاض نسبي في درجات الحرارة. اليوم على سبيل المثال ما تفوتش 28 درجة بتونس، ثم انخفاض بنسبة 5 درجات تقريبا، 5 درجات
الاولويات معناها نحسوا بهم في مثل هذه الفتره بالذات. نعم. بالنسبه الى الايام القليله القادمه غدوه نفس الحاله تقريبا، يبقى الطقس مستقر نظرا لتواصل هذه الرياح الشماليه، في انتظار انه يوم الجمعه تتحول الرياح بصفه تدريجيه الى القطاع الجنوبي، وبالتالي ترتفع الحراره لتكون مرتفعه بفارق 4-6 درجات تقريبا، وهي تقترب، نحن نقترب من شهر جوان من فصل الصيف، والحرارة أيضا الوضع الجوي يتفاعل مع ذلك ويقترب، الحرارة تقترب من معدلات شهر جوان، علما أن معدل الحرارة لشهر ماي بتونس على سبيل المثال أخذ تونس أنه 27 درجة في ماي و30 درجة في جوان، بتونس الكبرى معدل الحرارة نتاعها في شهر جوان هو 30 درجة. وباش نعطيكم فكرة حتى المعدل الحرارة القصوى، الأرقام القياسية اللي سجلناها في السنوات الفارطة هو معدلات أرقام كانت كبيرة، وصلت إلى تونس العاصمة 46.6 يوم 24 جوان 2007، ولهنا تو نتفاعل ان شاء الله وباش يجي، واحنا اصلا في عندنا برنامج باش نتعاون مع وزاره الصحه لتخفيف من وطاه هذه الحراره اللي تشهدها بلادنا عاده في فصل الصيف. نعم. شكرا اذا عبد الرزاق الرحال من الارصاد الجويه. شدوا الهمه، الهمه قويه، مركب ينده على البحريه.